أفضل أدوية القلوب القاسية كثرة ذكر الله تعالى، ففيه الشفاء التام الذي لا يغادر فيها سقماً إلا أبرأه، فإن رقة القلوب تنشأ عن ذكر الله سبحانه، فإن ذكره تعالى يوجب خشوع القلب وصلاحه ورقته ويذهب بالغفلة عنه. وأعلى الذكر جاها وأسرعه إصلاحاً للقلوب ذكر الله بكلامه المنزل ووحيه المرتل، لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعاً متصدعاً من خشية الله. فاتل آياته يا عبد الله بالتدبر، واستمع له بالخشوع والتفكر، واتعظ بآيات الوعيد الأليم، وتشوق عند آيات الوعد الكريم، واعتبر بقصص الأمم الغابرة وما جرى عليهم بقدرة الله الباهرة، فحريٌّ بأن يوافق الداء الدواء، وأن تجد عند ذاك لقلبك الشفاء. ومن أراد أن يلين قلبه فليمسح رأس اليتيم، وليطعم المسكين، وليتفقد حوائج ضعفاء المسلمين. وغض البصر عما حرم الله من أعظم أسباب صلاح القلب، فإن الله تعالى قد جعل العين مرآة القلب، فإذا غض العبد بصره غض القلب شهوته وإرادته، وإذا أطلق العبد بصره أطلق القلب شهوته. اللهم يا مقلب القلوب ثبِّت قلوبنا على دينك، اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، أولئك هم المؤمنون حقا، لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم.